الانتحار يقتل الحب والرجاء هو عنوان المؤتمر السنوي الثالث حول الأخلاق المسيحية، والذي عقد في ولاية كاليفورنيا بتنظيم من النيابة الأسقفية الأردنية والفلسطينية الأرثوذكسية في الولايات المتحدة الأمريكية، بحضور عدد كبير من رعايا البلدان العربية المقيمين هناك. إلى المزيد. عقدت النيابة الأسقفية الفلسطينية والأردنية الأرثوذكسية في الولايات المتحدة الأمريكية المؤتمر السنوي الثالث حول الأخلاق المسيحية والحياتية في مدينة دالي سيتي في ولاية كاليفورنيا. بدأ المؤتمر الذي حمل عنوان الانتحار يقتل الحب والرجاء بقداس إلهي أقيم في كاتدرائية القديس جورجيوس، من ثم قدمت كلمة ترحيبية في قاعة المؤتمرات التابعة للكاتدرائية ألقاها قدس أرشمندريت البطريركية المسكونية دكتور ديمسكينوس الأزرعي، مرحبا بالجالية العربية وبمشاركتهم فعاليات هذا المؤتمر. باسم الآب والابن والروح القدس، الإله الواحد آمين. أيها الأحباء في المسيح، أشعر بسعادة وبركة لوجودنا هنا بنعمة الله لافتتاح المؤتمر السنوي الثالث حول الأخلاق المسيحية والحياتية الخاص بنيابتنا الأسقفية الفلسطينية والأردنية الأرثوذكسية في أمريكا. أنا سعيد أيضا أن مؤتمر هذا العام تتم استضافته في هذه الرعية النشيطة كاتدرائية القديس جورجيوس مركز نيابتنا الأسقفية في أمريكا. أيها الأحباء في المسيح، نفتتح هذا المؤتمر ببركة قداسة البطريرك المسكوني برثلماوس وسيادة ورئيس أساقفة أمريكا ديمتريوس. وبعد الكلمة الترحيبية ألقى المحاضرة الأولى بعنوان الانتحار في العهد القديم والجديد، بحضور جموع من المؤمنين قادموا من عدة مدن في ولاية كاليفورنيا ومن الولايات الأخرى. وخلال فقرات المؤتمر قدم الآباء الكهنة المشاركون محاضراتهم التي كان محورها حول طرق التعامل وتفادي تجربة الانتحار ونصائح للناجين من محاولات الانتحار والانتحار في التاريخ المسيحي، مركزين جميعهم على منح رسالة رجاء وأمل لإنهاء فكر الخطيئة والانتحار، حيث وجد المشاركون إجابات لأسئلتهم حول العديد من القضايا في موضوع الانتحار. وفي نهاية المؤتمر وقبل صلاة الغروب شكر قدس الأرشمندريت الأزرعي راعي الكاتدرائية قدس المتقدم في الكهنة جورج جوينات وجميع الآباء الذين تحدثوا وجميع الذين ساهموا في تنسيق وإنجاح هذا المؤتمر، ونقل للجميع الأدعية الأبوية وبركات قداسة البطريرك المسكوني بارثولوماوس وسيادة رئيس أساقفة أمريكا ديمتريوس.